في بداية الكلمة أود أن أتقدم إلى الأحرار في البحرين بأجمل التهاني والتبريكات للذكرى السنوية لقيام هذه الثورة الإصلاحية التغييرية الثورية، لأننا عندما نقف على هذه المنصة لا نود أن نستعرض المآسي والأحداث المؤلمة، ولا نريد استجداء الدموع والآلام والآهات، ولا نريد أن نعرض على هذه الشاشة السياط والأصفاط أو الدماء من هنا ومن هناك، إنما نتحدث عن الثورة الحقيقية، نتحدث عن الانتفاضة الحقيقية، نتحدث عن المسيرة الحقيقية، المسيرة التي لن ولن تتوقف على الإطلاق، لأنها ستقف عند مفترق الطريق النصر أو الشهادة. لكن قبل البدء في هذه الكلمة، هناك كلمة مدوية أطلقها وزير خارجية مملكة الشر والانبطاح والتطبيع عندما قال أن الأهم في هذه المرحلة مواجهة إيران وليست القضية الفلسطينية. هذه المقاطع وهذه الحروف وهذه الكلمة هي ليست كلمة عابرة وخاطفة، إنما كلمة أسقطت شرعية هذا النظام وأعطت الأحقية لشعوب المنطقة ولمحور المقاومة أن تتحول القضية البحرينية من إطارها الحدودي إلى إطارها الأموي. فاليوم الانتفاضة البحرينية تدافع عن الهوية الإسلامية والهوية الأممية، وليس فقط عن الهوية الانتسابية لشعبها. اليوم عندما نتحدث عن مؤتمر أورسو، هذا المؤتمر لم يعقد من أجل التآمر على إيران، ولم يعقد من أجل التآمر على القضية الفلسطينية، بل عقد من أجل التآمر على الأمة الإسلامية وعلى الهوية العربية وعلى القرآن الكريم. اليوم عندما نتحدث نحن نقف، هذا الوقوف ليس صوريا وليس لفظيا وليس خطابيا وليس شعاريا. عندما نقول اليوم نقف مع الشعب البحريني، لأننا قاتلنا أمريكا وقاتلنا الدواعش وقاتلنا إسرائيل في محور المقاومة من أجل الوجود، والشعب البحريني والشعب اليمني يقاتل من أجل الهوية الإسلامية. فبطبيعة الحال عندما نتحدث عن هؤلاء، نحن لا نتحدث عن التاريخ الزاهر أو الزاخر أو التاريخ الأبيض الناصع، إنما نتحدث عن تاريخ مليء بالمؤامرات والخيانة والانبطاح. الجامعة العربية هي مجموعة دول خانعة وخاضعة ومستسلمة للإرادة الأمريكية وللمال السعودي وللصهاينة. يجب استبدال هذه الجامعة العربية من الجامعة العربية إلى جامعة الشعوب العربية المسلمة، لأن اليوم إرادة الشعوب هي أكبر وأعظم من إرادة هذه الحكومات التي تتلاعب بالإسلام والعروبة والقرآن. اليوم عندما نتحدث عن القضية البحرينية، لا نتحدث عن إسقاط الجنسيات، ولا نتحدث عن التجنيس البشري، ولا نتحدث عن تهديم المساجد، ولا نتحدث عن انتهاك الأعراض، ولا نتحدث عن الاغتيالات، ولا نتحدث عن الإرهاب المنظم، إنما نتحدث عن ضياع الأمة وضياع الإسلام وتمكين الصهاينة والأمريكان على ثرواتنا وعلى شعوبنا وعلى أرضنا وعلى إسلامنا وعلى قرآننا. القضية في البحرين والقضية في اليمن قضية مفترق طريق. إما أن نؤمن بالإسلام الأمريكي ونكون نحن تحت الإدارة الأمريكية تحركنا هذه الإدارة، كأنما نحن أدوات وكأنما نحن أصنام وكأنما نحن فقط نساق كما تساق الأغنام، وإما أن نأتي بالإسلام المحمدي الأصيل، إسلام العزة والكرامة والإباء والشموخ والثبات والصمود والشهادة والتضحية. هذا الخيار لم يكن أمامنا إلا أما أن نذهب في هذا الطريق
أو أن نتراجع أو أن ننهزم أو أن نستسلم أو أن يكون السيد الأمريكي هو سيداً في المنطقة. واليوم ما تجدونه في عملية التطبيع وصفقة القرن، هذه الصفقة المشؤومة، نحن كنا نتحدث عنها وكان البعض لا يصدق، لأنها في الغرف الظلماء وخلف الكواليس والصفقات والمال السعودي والتحريض والتآمر، كانوا يقولون أنكم تريدون تفتيت الأمة وتشتيت الأمة وتشظ الأمة، وأن لديكم عقدة من عروبتكم. ولكن عندما يأتي ترامب الذي خدم الأمة العربية لأنه كشف وجه أمريكا الحقيقي، وجاء بهذا المؤتمر الذي نحن أطلقنا عليه مؤتمر التطبيع العلني لتعلن هذه العروبة التي باعت فلسطين والمقدسات والإسلام إلى الصهاينة، أن الخيار الوحيد لها هو أن تكون إسرائيل في مأمن، والبلدان العالم تكون على ماذا؟ على نحو المجازر والدماء والقتل العشوائي من هنا ومن هناك. اليوم عندما نتحدث عن صلابة الموقف، نتحدث عن الهوية، اليوم القتال والصراع والمواجهة ليس من أجل الوجود والثبات، إنما من أجل هويتنا. سيأتي اليوم الذي يتحكم فيه التوراة المحرف الإسرائيلي عن الحدود، وأي حدود يقف عندها الإسرائيلي؟ هو لا يقف عند الحدود الفلسطينية، بل لا يقف عند حدود بعض البلدان. نحن العرب الذين مكننا الصهاينة ومكننا الأمريكان ومكننا المال الخليجي أن يتلاعب حتى بعقولنا، حتى بأفكارنا، حتى بثقافتنا، حتى بمصطلحاتنا، حتى بأعلامنا. انظروا إلى الإعلام العربي، عندما تأتي آلية إسرائيلية أو يأتي جندي إسرائيلي يقول الآن ضربنا تل أبيب أو عسقلان أو في العمق الصهيوني، وكأنما يريدون أن يبرروا أو يشرعنوا دولة لإسرائيل حتى بألفاظهم ومصطلحاتهم. أي تفاهة وسخافة وصلنا إليها، وأي ثقافة نحن نمتلكها؟ حتى العقول أصبحت أمريكا تتحكم بها، وأصبحت أمريكا تتحكم حتى بأفكارنا عندما تريد أن تضع من هنا ومن هناك بعض الألفاظ والمصطلحات. اليوم نحن نقف أمام مفترق خطير وكبير، أمام مصير، هذا المصير لا يخص الشعب البحريني ولا الشعب اليمني ولا العراقي ولا الفلسطيني ولا اللبناني ولا السوري ولا الليبي، إنما يخص الأمة بأسرها. فيجب علينا أن نكون نحن على قدر المسؤولية وعلى قدر الوعي. النداء الذي أطلقه السيد العلوي الهاشمي عبد الملك الحوثي إلى المسيرات والمظاهرات ضد التطبيع يجب أن يستنسخ في بلدان العرب وبلدان الأمة الإسلامية وبلدان الأمة الإنسانية، لأنه يعبر عن إرادة الأمم، وليس هذه الحكومات تعبر عن إرادة أممنا وشعوبنا وأفكارنا ومقدساتنا وتاريخنا. من هنا نحن نكون في هذا الموقع الحساس، الموقع الذي قاله سيد الشهداء. نحن في كل سنة، في كل عام، في كل موقف، في كل منازلة، في كل مواجهة، عندما كنا نقول كما قال سيد الشهداء: ألا وأن الدعي ابن الدعي، ألا وأن الدعي ابن الدعي ركز بين اثنتين. كان البعض يقول أنكم تريدون استنهاض الأمم، وأنكم تريدون استجداء الرجال، وأنكم تتلاعبون بعواطف الناس، وهو لا يعلم أن هذا الموقف الخالد وأن هذا المصير المحتم وأن هذا الشعار المقدس يجب أن يكون في كل جبهات محور المقاومة. وقد تجدد هذا الشعار مرة أخرى لنقول للعدو الإسرائيلي ونقول للعدو الأمريكي ونقول للعدو الذي يريد أن يتلاعب بأمتنا وهويتنا بصفقة القرن أو الانبطاح نحو التطبيع، نقول أو نقول كما قال سيد الشهداء: ألا وقد ركز الدعي ابن الدعي بين اثنتين، بين السلة والذلة، بين الذلة أن نكون نحن نترحم على إسرائيل كما قال وزير خارجية الأمارات: من حق إسرائيل أن تقصف سوريا للدفاع عن حقها وأمنها، وأن نكون كسيد الشهداء ونحن نقول موقفنا وهتافنا ومصيرنا الواحد في محور المقاومة: هيهات منا الذلة. هيهات منا الذلة.
في هذا الحفل وفي هذا المعترك أود التأكيد على عدة نقاط مهمة، ولعل هذه النقاط هي ليلات لا تحد بحدود حركتنا وإنما بحدود محورنا، لأننا نحن عند رهن إشارة السيد القائد الذي قال كلمة الختام عندما قال يجب زوال إسرائيل من الوجود، اليوم قال يجب أن تكونوا على الحدود الصهيونية الإسرائيلية، وها نحن على هبة الاستعداد بكامل جهوزيتنا وعدتنا وعديدنا. نحن الآن نستعد إلى ساعة الصفر وساعة الحسم من أجل أن ننظر إلى إسرائيل التي ينظر إليها العرب، وأمريكا التي ينظر إليها العرب بعين الخوف والترقب، وكأنما ينظرون إلى أفلام هوليودية، إنما نحن ننظر إلى أمريكا بالعين الزينبية. إني لا أستصغر قدرك. أولاً نؤكد على حقية الشعب البحريني بمطالبة حقوقه بشتى الطرق والوسائل الشرعية المتاحة، وهذا المطلب هو مطلب أممي وليس مطلب بحريني فقط، لأن هذه المملكة أصبحت تعبث بأمن الأمة وليس بأمن هذا الشعب. النقطة الثانية، على الدول العربية والإسلامية دعم ومساندة الشعب البحريني والوقوف معه بماذا؟ بمواجهة هذه الطغمة الكافرة، ليس الوقوف فقط في الهتاف أو الوقوف الصوري، إنما يجب أن يكون هناك وقوفاً إعلامياً واقتصادياً وفكرياً واجتماعياً. ليس لنا أن نجعل البحرين في معرض وفي عزلة وفي منأى عن قضايانا وعن أفكارنا وعن محيطنا وعن أمتنا، وهذا مطلب جماهيري أن تكون البحرين حاضرة في قلوبنا وفي عقولنا وفي مسيرتنا. النقطة الثالثة، يجب محاكمة آل خليفة بتهمة الإرهاب المنظم والتجنيس البشري والاغتيالات والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان وقمع الحريات. هذه التهم التي توجه إلى هذه الطغمة الفاجرة الكافرة المنحرفة يجب أن تكون هناك محكمة، فليس من الأمر أن نجعل هؤلاء يعبثون بأرواحنا وبأعراضنا وبممتلكاتنا وبديننا وبإسلامنا ونحن نتفرج. إذا كانوا يتحدثون عن الأغلبية فأي أغلبية هذه؟ وإن كانوا يتحدثون عن الشرعية فأي شرعية هذه؟ أسألكم بالله وأسأل العالم والأحرار، هل سمعتم يوما من الأيام أن ملكا أو رئيس دولة أو أمير يجنس مرتزقة من هنا ومن هناك لقمع شعبه وهتك أعراضه وتهديم مقدساته؟ لم نسمع لا في الصهاينة ولا في البوذية ولا في السيخية، وإنما سمعنا ورأينا فقط في البحرين وفي مملكة البحرين، في يوم كانت رؤساء العالم تدافع وتقاتل عن حرمة أي مواطن عربي أو أجنبي ينتمي إليها. اليوم أصبح المواطن العربي لا قيمة له على الإطلاق عند هذه الدول التي تريد التطبيع مع إسرائيل. النقطة الرابعة، لا تفاوض ولا حوار مع حكومة مع مملكة الشر مع آل خليفة، لأن القضية ما عادت حوار من أجل الحقوق والعودة إلى المربع الأول، إلا أن تقدم هذه المملكة الاعتذار الرسمي إلى الأمة العربية والإسلامية لخيانتها في التطبيع، ولأنها أصبحت عرابة لإسرائيل. مو قضية فقط أنه تعتقدون أن البحرين سوف يجلس على الحوار وعلى الطاولة وسوف تكون هناك اتفاقيات وصفقات، اليوم خرجت إطار الثورة البحرينية من حدودها إلى العالم. يجب أن تعتذر هذه الحكومة وهذه المملكة عن خيانتها للأمة الإسلامية وليس فقط إلى البحرين. النقطة الأخيرة، يجب أطلاق سراح المعتقلين. إذا كانت هناك جامعة إسلامية أو إذا كانت هناك منظمات دولية لحقوق الإنسان، يجب أطلاق سراح المعتقلين وإطلاق سراح المعتقلين في البحرين، وعلى رأس هؤلاء الأبطال والأحرار الذين هدموا المحاجر والسجون والذين جعلوا السياط تقف أمام قوتهم وصبرهم وصمودهم. أتحدث عن الأستاذ عبد الوهاب حسين وحسن مشامع،
وأتحدث عن الشيخ إبراهيم زكزكي في نيجيريا، وتحدث عن الشيخ حجة الإسلام والمسلمين طالع باقراف، الشيخ الذي الآن معتقل في هذه السجون، وعن كل الشرفاء من أخوتنا في اليمن وفي سوريا وفي العراق وفي العالم العربي. وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يمد بأعمارنا لكي نقف معكم ونساندكم ونكون في جبهة واحدة، واعلموا أن مصير هؤلاء إلى زوال وأن إرادة الشعوب إلى البقاء. وفي آخر مطاف كلمتي، سمعتم قبل أيام أن الموساد الإسرائيلي يقول سوف ننفذ عمليات في العراق، أقول في نهاية المطاف إلى كل من يريد الاعتداء على بلدنا وعلى شعبنا وعلى أرضنا، إذا كان الأحمق ترامب أو إذا كان نتنياهو أو إذا كانت هذه الجيوش العربية الكارتونية التي تريد أن تحتشد على محاربة إيران والعراق ومحور المقاومة، أقول لهم بصريح العبارة: أتهددني بالموت يا ابن الطلقاء؟ أما علمت بأن القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.